بالنسبة للهوريزونتال سيكشن بناخد هوريزونتال سيكشن علشان نشوف البيزال جانجليا بتاعتي ونشوف الحاجة اسمها الانترنال كابسول. علشان تفهم هذا الهوريزونتال سيكشن نقول لك لازم الأول بناخد ازاي هذا الهوريزونتال سيكشن. المفروض في عندي في الهوريزونتال سيكشن المفروض عندك ده هيبقى ده الكوربس كالوزم، ده الجينو، ده هيبقى الاسبلينيوم. الجينو ده بتطلع منه باند الاسمال فورسبس ماينور، والاسبلينيوم بتطلع منه باند الاسمال فورسبس ميجور. ده بيبقى عباره عن الثالاموس، وده هيبقى عباره عن اللاترال فنتريكل. بيحصل فيه اكستنشن قدام في الفرونتال لوب اسمه الانتيرو هورن، في اكستنشن من ورا اسمه البوستيرو هورن، وفي اكستنشن بينزل اسمه انفيرو هورن في التيمبرال لوب. هنا فوق الثالاموس بيبقى في عندي جوه كوديت نيوكلس، بيبقى فيه كوديت نيوكلس. فانا لما باجي اخد السكشن بتاعي بحط كده السكينه بتاعت البرين بحيث انها تبقى في الجينو اوف ذا كوربس كالوزم من قدام، وعلى الاسبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم من ورا، وهي ماشيه كده بتعدي على الثالاموس، وبتعدي بعد ما تعدي على الثالاموس وامشي لاترال بتاخد في الهيد اوف ذا كوديت نيوكلس. يبقى هنا بالنسبه اناتوميكال بوزيشن المفروض هيد اوف ذا كوديت بتبقى انتير تو ذا ثالاموس، اكوردنج تو ذا سايز بتبقى الهيد اوف ذا كوديت دي بتبقى اصغر من الثالاموس. بعد كده لما بمشي لاترال بمشي لاترال 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 لغايه ما اوصل بقطع في اللينش فورم نيوكلياس اللي هي لاترال تو ذا كوديت، بعد كده اوصل في الاخر واقطع في الجري ماتر بتاعتي اللي جوه اللاترال سالكس دي اللي هي الانسولا. وهنا على السوبرو لاترال سيرفيس الانسولا بتاعتي بتبقى نير تو ذا انتيرير بول زان ذا بوستيرير بول. فلما باجي اقطع السكشن بتاعي واجي اشوفه هنا علشان اعمل اورينتيشن اين الانتيرور من البوستيرور بتبقى بطريقتين اتنين، يا اما ابص على الجري ماتر اللي موجوده على الميديال سايد، ده الميديال سايد بتاعك اللي هو فلات، يا اما ابص على حته الانسولا بتاعتي اللي موجوده على اللاترال سيرفيس. الانسولا اللي على اللاترال سيرفيس دي هي بتبقى احسن حاجه بالنسبه لي علشان سام تايمز ممكن السكشن بتاعك ما يبقاش ماشي صح في الكوديت ولا في الثالاموس. السكشن بتاعي ده هنا في حته جري ماتر صغيره اهي وحته جري ماتر كبيره، يبقى نير تو ذا ميدل لاين، يبقى دي هتبقى عباره عن الهيد اوف ذا كوديت، ده هيبقى الثالاموس، يبقى هنا الانتيرو وده البوستيرو. كونفيرم كده ان دي هتبقى عباره عن الانسولا بتاعتي، اقيس المسافه ما بين الانسولا والبول ده والمسافه ما بين الانسولا والبول ده، هلاقي ان المسافه دي كبيره قوي المسافه دي صغيره قوي، يبقى هنا ده الانتيرور وده البوستيرور، علشان بنقول ان الانسولا بتاعتك نير الانتيرور بول زان ذا بوستيرور بول. لما تيجي تشوف بقى زي ما انا قلنا ان احنا بنقطع هنا في السبلين في الروستروم اوف كوربس كالوزم تطلع منه الباند دي اسمها فورسبس ماينور، ده هيبقى الانتيرور هورن اوف ذا لاترال فنتر. بعد كده دي هتبقى عباره عن السبلينيوم اوف كوربس كالوزم، ده هيبقى الفورسبس ميجور، وده هيبقى البوستيرور هورن اوف ذا لاترال فنتر. يبقى ده في الميدل لاين بالظبط كده، ده الجينو، ده هيبقى فورسبس ماينور، ده هيبقى سبلينيوم، ده فورسبس ميجور، دي هتبقى الانتيرور هورن اوف لاترال فنتر، ده البوستيرور هورن اوف لاترال فنتر. دي هتبقى الهيد اوف ذا كوديت، ده هيبقى الثالاموس، دي هتبقى عباره عن لينش فورم نيوكلياس. لو دققنا النظر شويه وعملنا فوكس هنلاقي فيه جراي ماتر كده اهو صغيره، خط طويل جراي اهو مفصول ابيض وابيض اهو، وادي جراي. الابيض دي اسمها الاكسترنال كبسول، والجراي اللي بره دي الانسولا. الجراي ماتر الرفيعه الطويله دي بتسميها الكولوستروم، هو ده الكولوستروم رفيع قوي ده اللي لاترال تو ذا لينش فورم نيوكلياس. يبقى دي هيد اوف ذا كوديت، دي هتبقى عباره عن ثالاموس، دي لينتي فورم نيوكلياس، دي انسولا صغير قوي الكولوستروم ده صعب ان احنا نحط فيه دبوس، حتى لو حطينا فيه دبوس بناخد الاكسترنال كبسول معاها. هنا في وايت ماتر اهي بتبقى عامله زي حرف الفي اللي فاتحه لاترال، الحته اللي ما بين الهيد اوف ذا كوديت والثالاموس دي انتيرور لامب اوف انترنال كبسول، اللي ما بين الثالاموس وما بين اللينتي فورم دي بوستيرور لامب اوف انترنال كبسول، دي هتبقى اللي ما بين الكوديت نيوكلياس وما بين الثالاموس دي الجينو اوف انترنال كبسول. دي البوستيرور هورن اوف لاترال فنتريكل، لاترال تو ذا بوستيرور هورن اوف لاترال فنتريكل في باندل كبيره باينه حلوه قوي قوي، الباندل الماشيه دي رايحه لغايه الاوكسيبيتال، دي عباره عن ثلاث حاجات بس يهمنا فيهم، حاجه اسمها الفيجوال راديشن او الاوبتيك راديشن. هنا اوبتيك راديشن، هنا فورسبس ميجور، الفاصل بينهم البوستيرور هورن اوف لاترال فنتريكل. يعني انت لما تلاقي في
lateral to the posterior horn يبقى دي الاوبتيك راديشن، انما medial to the posterior horn دي هتبقى عباره عن الفورسبس ميجر. نيجي نشوفه في سيكشن تاني اهو.